تقول شو طريقة تعبير أيام الإنسان بيوصل على مرحلة بده يعبر عن شغله بأكثر طريقة إكستريم إذا بدك، وهي كتير رومانتك الفكرة، فيها كتير شغف. عرفت في واحد بالصين قريت عنه من زمان، كان عم بيحارب مشان شغلة فكرة، و تيبرهن نقطه راح نزل على الطريق وكب بنزين على حاله وولع حاله وما حكي كلمة، ما صرخ ولا شيء. هي مش انه قتل حاله الزلمة، هو عم بيجرب يعبر عن أهمية هاي الفكرة بالنسبة له، او عم بيجرب يلفت نظر الناس انه هاي الفكرة هالقد مهمة تستاهل يعني. والتاتو مش هالقد متطرف انه واحد يقتل حاله، بس بذات الدايركشن، بذات الاتجاه، انه اذا واحد عمل اسم صاحبته اكزام، انه ليك لوين عم بجرب يفرجيها انه هيدا الشيء مهم. غير هيدا الاكزام في يكون واحد عم يفرجي بهيدي الطريقه كمان انه متطرف، انه هو برات الحدود، او انه هو مآمن بهي الشغله لهالدرجة انه مستعد ياخذ هيدا القرار. بس هاي عادة ما حدا بيفكر فيها هو عم يعملها. هيدا يمكن انا عم حللها هيك هلا. في عندك كثير اسباب غير انه هيدي بدها تكون ذكرى، او هيدي بدها تكون تعبير عن شخصيتي انا كيف وعندي شو اقوله. وبما انه التاتو بطل مثل قبل شيء مخبى، صفى مقبول اكثر. ايه صفى مقبول، صفى موضه اذا بدك، مش غلط. لانه يعني كل انسان، يعني احنا صرنا بعصر الاستقلاليه اذا بدك الذاتيه، هو من زمان هيدا الشيء مش انه امبارح بلش، بس هون بالشرق عنا صرنا يمكن بعد بدنا شوية وقت لحتى نفهمها هاي، نبتل كتير ورا زعيم عيلة. عرفت؟ والتاتو بيعبر عن استقلالية ذاتية، عن شخصية، عن أنا هيك أنت لا، أنا غير أنت. لا ليك، اللي عم يعمل تاتو فيك تحكي عنه، اللي مش عامل تاتو ما فيك تحكي عنه، لأنه يمكن يجي نهار ويعمل. اللي مش عامل تاتو شو بدك فيه؟ ما قالك عليه يعني، منه بموضوع، منه بالكاد. ليه واحد ما بيعمل تاتو؟ ما فينا نقول لك ليه بيعمل. بقول لك الاسباب اللي بفكر فيهم او بشوفهم، مش يعني ان هو المضبوط. كل واحد عنده سبب شخصي، في ناس بيعملوها من غير سبب، ليش لا بتصير. ما بحياتك تلعب لك تعمل شغله بلا سبب، بل هي بتروح تشتري شغله مانك عايزها بس تشتريها، وعارف انه رايحه دغري على الزباله، عرفت، بس تشتريها. فشة خلق، ما هو الإنسان مركب من كثير أشياء، وما في كل شيء يعني، خصوصي بهيك مواضيع فيها إحساس، إنه تحطه على الرف وتعمل له اتكات وتقول هيدا هيك، ما فيك تحدده. عرفت؟ عندك سبب ليه واحد بيعمل تاتو على عدد الناس اللي عاملين تاتو، كل واحد سبب تعوله مختلف عن الثاني، ما فيك تجمله. فيك تكون ضد الفكرة، فيك تكون ضد شيء بتجهله. إيه؟ عادة تكره هالشغلة اللي بتجهلها بس كثير تعرفها، يا بتصير تكرهها زيادة بيكون معك حق، يا بتغير فكرك عنها.